الطفل الكبير كما يحلو لمحبيه تسميته الفنان هاشم سلمان، ورغم كل ما مر به من ألم ينهض من جديد ويعود إلى خشبة المسرح بعد تماثله للشفاء وعبوره لمرحلة الخطر بعد إصابته بأورام في القولون، ليحضر اليوم في التكريم الذي أقامه قسم الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. الحمد لله والشكر بدعوة الخيرين والناس ووقوف الشرطة المجتمعية، وزارة الداخلية ومعالي السيد الوزير بشكل مباشر متابعتي من خلال دخول المستشفى إلى هذا اليوم قمت على حيالي بفضل الله، أتوجه بالشكر الجزيل لهم حياهم الله. تحياتي القناة الرشيدة أحبها. هذا الاحتفال هو تعبير عن العرفان والتقدير العالي لشخص هاشم سلمان الذي أصبح يمثل أيقونة الطفل العراقي. التقت الشرطة المجتمعية مع الفنان هاشم سلمان بالأهداف المشتركة والهموم المشتركة، هموم الوطن، هموم الطفل العراقي الذي عانى كثيرا. اهتز المسرح بالتصفيق لحظة دخول سلمان فرحا بعودته وشفائه. في الوقت ذاته أبدى فنانون استغرابهم من الإهمال الذي يتعرض له الفنان العراقي من قبل الجهات الحكومية المعنية. الحمد لله أنه قدرنا اليوم نقدم في شيء بسيط لسفير الطفولة الكبير عمو هاشم اللي طالما رسم الفرحة والضحكة على وجوه أطفالنا الحلوين، إجا اليوم دورنا حتى إحنا نرسم الضحكة وننطي فد ومضة أمل وتفاؤل إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب نحتفل بالفرحة الكبرى هي الشفاء التام لسفير الطفولة هاشم سلمان. اليوم إحنا جينا نشارك الفرحة ويا عمو هاشم، وإن شاء الله الفرحة الكبيرة بشفاء التام. طبعا اليوم حضرنا الاحتفالية باسم مدارس الرصافة الأولى اللي على رأسها راعي الإبداع والتميز الدكتور فلاح القيسي مدير تربية الرصافة الأولى، اللي كان بتواصل مع الفنان هاشم سلمان أثناء زيارة المدارس للمستشفى أو أثناء زيارتنا للبيت، وحبينا نحضر مثل ما هو يرسم الفرحة على وجوه أطفال المدارس والروضات، نحاول أنه نحضر ليكون حضورنا بمناسبة شفاءة. أفضل مقلد أصوات ولأكثر من 1500 صوت كان هذا آخر لقب حصل عليه الفنان هاشم سلمان، بالإضافة لفوزه كسفير للطفولة في العراق وأفضل ممثل